ഒരു മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പാടി തീർക്കണം. ചിലപ്പോൾ അവസാന സമയങ്ങളിൽ സമയം കുറക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. الحمد لله الموفق للعلا حمدا يوافي بره المتكاملا ثم الصلاة على الرسول المصطفى والآل مع صحب وتباء بلا تقول لله مدار كل سعادة واتباع أهوى رأس شر حبائلا إن الطريق شريعة وطريقة فحقيقة فاسمع لها ما مصطلا فشريعة كسفينة وطريقة وحقيقة فاسمع لها ما مصطلا شريعة أخذ بدين الخالق وكيامه فشريعة كسفينة وطريقة كالبحر ثم حقيقة در على فشريعة أخذ بدين الخالق وكيامه بالأمر والنهي انجلا وطريقة أخذ بأهوة كالبرة وعزيمة كرياضة متبتلا وحقيقة لوصوله للمقصد ومشاهد النور التجلي بانجلا من رام درا للسفينة يركب ويغوص بهرا ثم درا حسلا فقد الطريقة والحقيقة للأولى من غير فيل شريعة لن تسلا فقد الطريقة والحقيقة للأولى فقد الطريقة والحقيقة يا آخي من خير فيل شريعة لن تسلا فعليه تزين لظاهره الجلي بشريعة لينور قلب مجتلى وتزول عنه ظلمة كي يمكن بشريعة لطريقة في قلبه أن ينزلا ولكل واحد طريق من طرق يختاره فيكون من ذا واصلا كجلوسه بين الأنام مربيا وككسرة الأوراد كالصوم الصلاة وكخدمة للناس حمل الهتب لتصدق بمحصل متمولا من رام أن يسلك طريق الأولياء فليحفظ هذا الوصايا آملا اطلب مطابا بالندامة مقليا وبعزم ترك الذنب فيما استقبلا وبراءة من كل هك العادم ولهذه الأركان فرع وكملا وقي دواما بالمحاسبة التي تنهاك تكثيرا جرى وتساؤلا وبيف العين واللسان وسائر الأعضاء جميعا فجعدا لا تكسلا فالتوب مفتاح لكل طاعة وأساس كل خير أجمع أشملا فإن ابتليت بغفلة أو صوبة في مجلس فتداركن مهرولا وقنع بترك المشتهى والفاخر من مطعم وملابس ومنازلا من يطلب ما ليس يعنيه فقد فات الذي يعنيه من غير اطلاع وزاد وذا فقد لاك كلبك بالمال لا فقد له تك اكلا والزهد احسن منصب بعد التقى وبه ينال مقام ارباب الاولى ومحب الدنيا قائل اين الطريق اين الخلاص كمسكر شرب التلا من الأزواج من ما ساعدت في طاعة واختر أذوبا فاضلا بسلامة الدنيا خصال أربع أفر لجهل القوم من وقت جهلا تزول أنه ظلمة كي يمكن لطريق
مرام أن يسلك وتعلما علما يصحح طاعة وتزول عنه ظلمة كي يمكنا وتكون من سيب الأناسيا سي جروب ന്റെ ഒരു ചാൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു സി ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു അവസരം നഷ്ടപ്പെട്ടു وتكون من سيب الأناسيا عائسا ولسيب نفسيك للأناسيا باذلا എന്ന ബൈത്തായിരുന്നു പാടേണ്ടിരുന്നത് تعلم علما يصحيه طاعة وعقيدة مزكية القلب القلاب هذه الثلاثة فرض عين فعرفا وعمل بها تحصل نجاة وعتلا حافظ على سنن وآداب أتت مأثورة عن غير من جاء مرسلا إن التصوف كله له الأدب من العوالف فاطلبا هو عفلا لا دليل على الطريق إلى الأولى إلا متابعة الرسول المقبلا في حاله وفعاله ومره وتطبئن وتابعا لا تعدلا وطريق كل مشائخ قد قيد بكتاب ربي والحديث تعلي رياض الصالحين واحكما ما فيه تظفر بالسعادة وعملا واهتم بفضل الذي لا يقرب من ذي الخطا بمثل ذلك أكملا ما زال عبدي بالنوافل يقرب حتى أكون له يدا والأرجلا ثم منه ثم أينا باسرا أي مثل ذلك في مطالب هرولا وتوكلا متجردا في ريكك ثقة ببعد ربك أكرم مفللا أما المعيل فلا يجوز قعود لا تبذل للناس يرلق طامية في مالهم موجائهم متذللا أخلص لأن لا تريد بطاعة إلا التقرب من إلهك للكلا لا تقصد معه إلى أرض الدنا وصنائهم ونه ذاك تأصلا وحذر رياء محبطا لعبادة منظر إلى نظر العليم فتكملا لا تظهرن فضيلة كي تعتقد لا تبردن لينكروك رذائلا إيمان مرء لا يكون تكاملا حتى يرى الناس بإبل مسلا ويكون مده وضمهم سوا لم يخش لهم تلائم في ذي العلا عمل لأجل الناس شرك تركه للناس ذاك هو الرياء سبهللا لا تطلب عند المهيمن منزلة إن كنت تطلب عند ناس منزلا لا تصحب من كان أهل بطالة وتساهل في الدين ذاك هو البلاء لا تصحب من كان أهل بطالة والعذلة الأولى إذا فسد زمنه خاف من فتن بدين مبتلى وخذ الرياء محبطا لعبادة والنزلة الأولى إلى وكذا إذا خاف الوقوع بالشبهة أو في حرام أو لذاك مماثلا والاختلاط بناسنا في جمعهم وجماعة أو نحو ذلك فضلا هذا لمن بالعرف يقدر يأمر وعن المناكر قد نهى متحملا
صبرا على كل الأذى لا يغلب في لنه عصيانه بمحافلا لكن يقول البعض من متأخر الفضلاء والعزلة الزمان مفضلا إذ نادرا حقا خلو محافلا هوبة فلر لنفسك عاكلا إذ نادر حقا خلو محافلا كل المآسي كرياء وقيبة أو نه ذلك باختلاطك حصلا واصرف إلى الطاعات وقتك كله لا تترك وقتا سدى متساحلا وتصير أوقات المباح بنية مصروفة في الخير فاصؤ بالاعتلاء وزي بعون الله وقتك واصرفا كلا بما هو لائق متبتلا إذا بدا فجر فصل تخشعا متدبرا لقراءة ومكملا واجهد لتحضر في صلاتك قلبك جهدا بليغا كي تنال فضائلا لا تنس أن الله نادر قلبك وهلوره وشهوده لك فوجلا لا تتركن جماعة قد فضلت بالسبع والعشرين من فضل على ولم التعلم إن كنت تساهل في مثل هذا به أخسر أجهلا ثم اشتغل بالورد لا تتكلما حتى ثم اشتغل بالورد لا تتكلما مستقبلا ومراقبا ومحللا بطريقة معهودة لمشايخ لترى به نارا ونورا حاسلا فيليء وجه القلب بالنور الجلي ويسير مذموم التبايع ذائلا وتصير أهلا للمشاهدة التي هي نعمة عظمى فسر متأهلا حتى إذا شمس بدت كرميحنا صلى لإشراق وقرآنا تلا حزبا فأكسر باتعال مع أدب وحضور قلب خاشئا ومرتلا ودواء قلب خمسة فتلاوة بتدبر المعنى وللبطن الخلا وقيام ليل والتضرع بالسهر ومجالسات الصالحين الفضلا ولقارئ ولحافظ يتخلق بمحاسن الشيم الرضية مكملا كذا هاتت الدنيا كذا ترك مبالاة بها وبأهلها متقللا وكذا السخاء والجود ثم مكارم الأخلاق ثم طلاقة لا خاتلا والحلم ثم الصبر ثم تنزه أما دنا من مكسب متجملا وملازمات للسكينة والبر وخشوعه وتواضع متكملا ولقص شاربه وتسريح اللحى وإزالة ظفرا وإبتا فافعلا وإزالة الريح الكريهة والوسخ وملابس مكروهة فتكملا وكذا اجتنابا للمضاحك لازما وكذاك إكسارا مزاحا زيلا واستعمل المأسور من ذكر دعاء وليحذرا عجبا رياء والحسد والاحتقار لغيره بالاعتلاء واستعمل المأسور من ذكر دعاء وكذاك تسبيح وتحليل جلا ويراقب المولى بالسر والعلن ولا الإله بكل أمر أولا ذا بعض آداب اللقار فطلبا باق من التبيان وانح مكملا ثم اللحى صلى ولا تدع الفكر بهجوم موت والتحس والبلا عمل بلا ذكر المنية لا أثر وبذكريا حقا كضرب معابلا ثم استعل بالعلم أو بعبادة أو بالمعيشة فاخترن الأفضلا فلعالم فضل على من يعبد فضل البدور على الكواكب في الجلا إن الإله وأهل كل سماهه والأرض حتى الهوت مع نمل الفلا قل يصلي يا حبيب على الذي قد علم الخير الأناس محصلا من في طريق للتعلم يسلك فإلى الجنان له طريق سهلا وتعلم للباب من علم له وملائك تله الجناه له إذا يسأل رضا بمرامه
ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം, മറ്റു ഗ്രൂപ്പ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അവസരമാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. فتعلم للباب من علم له فضل الامعة الرقيعة كاملا حظالما قصد الاله واخرا بالعلم الا فالهلاك تحصلا وليحرمن عرف الجنان الفاخرة وليسقطا في درك نار نازلا അൽഹംദുലില്ലാ. ആദ്യ റൗണ്ട് മൂന്ന് വിഭാഗം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇനി രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ടിലേക്കാണ് സി ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു ചാൻസ് മാത്രം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാം റൗണ്ടിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഒരു ബൈത്തിന്റെ അജസ് പാടും, രണ്ടാം ഭാഗം പാടും, അതിന്റെ സ്വദർ പാടേണ്ടതാണ്. ഒമിനൽ ആവാരിഫി ഫതുലുബൻ ഹുവ ഔവില ان التصوف كله له العذب من العوارف فطلب انه عولا اي مثل ذلك في المطالب هرولا وسمع منه ثم عين باصرة اي مثل ذلك في المطالب هرولا لا تبرزن لينكروك رذائلا ايمان مري الله സി ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു ചാൻസും കൂടി നഷ്ടപ്പെട്ടു. ടോട്ടൽ രണ്ട് ചാൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എ ഗ്രൂപ്പിന് ചോദ്യം. ലിന്നാസി ദാക ഹുവർ റിയാഉ സബഹ്ലല അമലുൽ അജലിൻ നാസി ശിർക്കുൻ തർക്കുഹു ലിന്നാസി ദാക ഹുവർ റിയാഉ സബഹ്ലല ഔ ഖാഫ മിൻ ഫിതനിൻ ബിദീനിൻ മുബ്തല والاختلاط بناسنا في جمعه او خاف من فتن بدين مبتلى والوزلة الأولى إذا فسد الزمن أو خاف من فتن بدين مبتلى يختاره فيكون من ذا واصلا كجلوسيل بين الأنام مربي وتسير أوقات مباه بنية ويكون مدهم وزمهم سواء
അവസാന ചാൻസ് ആണ്. സി യഖ്താറുഹു ഫയകൂനു മിൻ ദാവാസില. وَلِكُلِّ وَاحِدِهِمْ طَرِيقٌ مِنْ طُرُقٍ يَخْتَارُهُ فَيَكُونُ مِنْ زَوَاصِلَا وَيَغُوصُ بَحْرًا ثُمَّ دُرًّا حَصَلَا رَامَ دُرًّا لِلسَّفِينَةِ يَرْكَبُ وَيَغُوصُ بَحْرًا ثُمَّ دُرًّا حَصَلَا بِكِتَابِ رَبِّي وَالْحَدِيثِ تَأَسُّلًا وَطَرِيقُ كُلِّ مَشَايِخٍ قَدْ قُيِّدَتْ بِكِتَابِ رَبِّي وَالْحَدِيثِ تَأَسُّلًا وَبِعَزْمِ تَرْكِ الذَّنْبِ فِي مُسْتَقْبَلًا وطلب مطابا بالندامة مقليا وبعزم ترك الزند في مستقبلا بالمال لا فقد له تكو أيقلا وزهد وزا فقد إلى قد قلبك بالمال لا فقد له تكو أيقلا كثنائهم أو نحو ذاك توسلا لا تقصيد الله إلى غرل الدنى كثناء إمه نحو ذاك توسلا ثقة بوعد الرب أكرم مفضلا ثقة بوعد الرب أكرم مفضلا സന്തോഷത്തോടുകൂടി സി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മൂന്ന് കസേരയോടൊപ്പം അവർക്ക് പുറത്തു പോകാവുന്നതാണ്. അടുത്തത് എ ഗ്രൂപ്പ്. ഈ മത്സരം സമാപിച്ചാൽ വേദി ഒന്നിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിന്റെ ഉറുദു സോങ് മത്സരമാണ്. മത്സരാർത്ഥികൾ തയ്യാറായിരിക്കുക. ഗ്രൂപ്പ് എ ഇല്ല മുതാബഅത്തുർ റസൂലിൽ മുക്മില ഇല്ല ദലീല അല തരീഖ് ഇലൽ ഇലാഹ് ഇല്ല മുതാബഅത്തുർ റസൂലിൽ മുക്മില മസൂറതൻ മിൻ ഖൈരി മൻജാ മുർസല مأثورة عن خير من جاء مرسلا حاصل على سنن وآداب أتت مأثورة عن خير من جاء مرسلا وعمل بها تحصل نجاة واعتلا هذه الثلاثة فرض عين فعرفا وعمل بها تحصل نجاة واعتلا في مجلس فتداركن مهرولا فإن ابتليت بغفلة أو صحبة في مجلس فتداركن مهرولا ولسيب نفسك للناس باذلا وتكون من سيب الأناس آيسا ولسيب نفسك للناس باذلا لم يخش لؤم تلائهم في ذي العلا
فيكون مدحهم وضمهم سواء لم يخش لوم تلائم في ذي الأولى. ഇനി അവസാനം മുതൽ ആദ്യത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മടങ്ങി പാടിക്കൊണ്ട് വരാം. 100 മുതൽ 99 98 ആ രീതി അവസാനം പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു. വലിയ ഹറമൻ നർഫൽ ജനാനിൽ ഫഖ്റ വലിസ്കുതം ഫീ ദർ കിനാരി നാദില. هذا لمن قصد الإله وآخرة بالعلم إلا فالهلاك تحصلا. متعلم للباب من إيم له فضلنا لا مئة الرقية نافلا. وملائك طلع الجناح له إذا إسعار لم بمرامه متقبلا. وفي طريق للتعلم يسلك فإلى الجنان له طريق سهلا. قل لي صلي يا حبيب على الذي قد علم الخير الناس محسلا. إن الإله وأهل كل سمائه والأرض حتى الهوت مع نمل الفلا. فلعالم فضل على من يعبد فضل البذور على الكواكب في الجلا. ثم اشتغل بالعلم أو بإبادة أو بالمعيشة واخترن اللفظ. عمل بلا ذكر المنية لا أثر وبذكرها حقا كضر بمعاولا. ثم الله صلى ولا تدعي الفكر بهجوم موت والتحسر والبلا. ذا بعض آداب اللقار فطلبا باق من التبيان وانه مكملا. ويراكب المولى بسر والألن وعلى الإله بكل أمر نفلا. واستعمل المأسور من ذكر دعاء وكذاك تسبيح وتهليل جرى. وليحذر النجب رياء والحسد والاحتكار لغيره بالاعتلاء. وقد اجتنابا للملاحك لازما وكذاك إكسارا مزاحا زيلا. وقد اجتنابا للمضاحك لازما وكذاك إكسارا مزاحا زيلا. وإزالة الريح الكريهة والوسخ وملابس مكروهة فتكملا. ولقص شاربه وتصريح اللها وإزالة الغفرا وإبتا فافعلا. وملازمات للسكينة والورع وخشوعه وتواضي فتكملا. والحلم ثم الصبر ثم تنزع أما دنا عن مكسب متجملا. وكذا السخاء والجود ثم مكارم الأخلاق ثم طلاقة لا خاطلا. كذا حادت الدنيا كذا تركوا مبالاة بها وبأهلها متقللا. ولا قارئ ولا حافظ يتخلق بمحاسن الشيم الرضية مكملا. قيام ليل والتضرع بالسهر ومجالسات الصالحين الفضلا. ودواء قلب خمسة فتلاوة بتدبر المعنى وللبطن الخلا. حزبا فأكثر باتعاذ مع أدب وحضور قلب خاشع مترتلا. حتى إذا شمس بدت قرميهنا صلى لإشراك وقرآنا تلا. وتسير أهلا للمشاهدة التي هي نعمة عظمى فصر متأهلا. فيضيء وجه الكلب بالنور الجلي ويسير مضموم الطبائع ذائلا. بطريقة معهودة لمشايخ لترى به نارا ونورا حاسلا. وسمع منه ثم عين باصرة. ثم اشتغل بالورد لا تتكلما مستقبلا ومراكبا ومهللا.
ولم التعلم ان كنت تساهلوا في مثل هذا اللي به اخسر جهلا لا تتركن جماعه قد فضلت بالسبي واللشين من فضل الا لا تنسى ان الله ناظر قلبك وحضوره وشهوده لك فوجلا فجهد لتحضر في صلاتك قلبك جهدا بليغا كي تنال فضائلا إذا بدا فجر فصل تخشعا متدبرا لقراءة ومكملا وزع بعون الله وقتك واصرفا كلا بما هو لائق متبطلا وتصير أوقات المباح بنية مصروفة في الخير واصح بلا ابتلاء واصرف إلى الطاعة وقتك كله لا تترك وقتا سدى متساهلا كل المعاصي كالرياء وقغيبة أو نحو ذلك باختيارك حصلا إذ نادر كل المعاصي كالرياء وقغيبة أو نحو ذلك باختلاطك حصلا إذ نادر حقا حلو محافر عن هوبة فلر لنفسك عاقلا لكن يقول البعض من متأخر الفضلاء والعزلة للزمان مفضلا صبرا على كل الذي لا يغلب في ظنه عزيانه بمحافلا هذا لمن بالعرف يقدر يعمر عن المناكر قد نهى متحملا والاختلاط بناسنا في جمعهم وجماعتهم ذلك فضلا وكذا إذا خاف الوقوع بشبهة أو في حرام أو لذاك مماثلا واللزلة الأولى إذا فسد الزمن أو خاف من فتن بدين مبتلى لا تصحبا من كان أهل بطالة وتساهل في الدين ذاك هو البلاء لا تطلبا عند المهيمن منزلا إن كنت تطلب عند ناس منزلا عمل لعجل الناس شرك تركه للناس ذاك هو الرياء صبح للا فيكون مدهم وضمهم سواء لم يخش لومة لائم في ذي الأولى إيمان مرء لا يكون تكاملا حتى يرى ناسا بعبل مثلا لا تظهرن فضيلة كي تعتقد لا تبرزن لينكرك رذائلا وهذا الرياء محبط لعبادة وانظر إلى نظر العليم فتكملا لا تقصد الموه إلى غرض الدنا كثناء منه أو نحو ذاك توسلا أخلص وضاء لا تريد بطاعة إلا التقرب من إلهك ذي الكلام لا تبذل للناس إرلك طامئا في مالهم وجاههم متذللا أما المعيل فلا يجوز قعوده عن مكسب لعياله متوكلا توكل متجردا في رزقك ثقة بوعد ربي أكرم مفضلا والسمع منه ثم عينا باصرا أي مثل ذلك في المطالب هرولا ما زال عبدي بالنوافل يقرب حتى أكون له يدا والأرجلا واهتم بالفرل الذي لا يقرب من ذي العطايا بمثل ذلك أكملا طالي رياض الصالحين واحكما ما فيه تظفر بالسعادة وعملا وطريق كل مشائخ قد قيد بكتاب ربي والحديث تعسلا في حاله وفعاله ومقاله فتتبعن وطابعا لا تعدلا إذ لا دليل على الطريق إلى الإله إلا متابعة الرسول المكملة إن التصوف كله له والأدب ومن اللوارف فطلبا هو عفلا حافظ على سنن وآداب أتت معثورة عن خير من جاء مرسلا هذه الصلاة تفر لعين فعرف وعمل بها تحصل نجاة وعتلا تعلم علما يصحيه طاعة وعقيدة مزكية القلب سكلا وتكون من سيب الأناسي عيسى ولسيب نفسك للأناسي باذلا سلامة الدنيا خصال أربع خفر لجهل الكون من عقد جهلا وترك من الأزواج مما سعدت في طاعة واختر زوبا فاضلا محب الدنيا قائل أين الطريق أين الخلاص كمسكر شرب التلا والزهد أحسن منصب بعد التقى وبه ينال مقام أرباب العلا والهد وذا فقد إلى قط قلبك بالمال لا فقد له تقوع القلا من يطلب ما ليس يغنيه فقد فات الذي يغنيه من غير اتلا واقنع بترك المشتهى والفاغر من مطعم وملابس ومنازلا فإن ابتليت بغفلة أو صحبة في مجلس فتداركن مهرولا فالطوب مفتاح لكل طاعة وأساس كل خير أجمع أشملا ويحف لعين واللسان سائر لعلى جميعا فجهدا لا تكسلا وقه دواما بالمحاسبة التي تنهى قد قصيرا جرى وتساهلا
وبراءتين من كل حق لا دمي ولهذه الاركان فرعا وكملا اطلب مطابا بالندامه مقلعا وبعزم ترك الذنب في مستقبلا من رام ان يسلك طريق الاولياء فليحفظ هذا الوصايا عاملا لخدمه للناس وخدمة للناس والحمل الهتب لتصدق ومحسل متمولا وجلوسه بيل أنام مربيا وكسرة الأوراد كالصوم السلا ولكل واحدهم طريق من طرق يختاره فيكون من ذا واصلا وتزول عنه ظلمة كي يمكن لتريكة في قلبه أن تنزلا فعليه تزين الله الجلي بشريعة لينور قلب مجدلا فقد الطريقة والحقيقة يا أخي من غير فعل شريعة لن تحصلا من رام درا للسفينة يركب ويغوص بحرا ثم درا حصلا وحقيقة لوصوله للمقصد ومشاهد النور التجلي بانجلا فطريقة نخذ بأهوة كالبرا وعزيمة كرياضة متبدلة فشرية نخذ بدين الخالق وقيامه بالأمر والنهي انجلا فشرية كسفينة وطريقة كالبحر ثم حقيقة در خلا إن الطريق شريعة وطريقة إن الطريق شريعة وطريقة وحقيقة فاسمع لها ما مسلا تقوى الإله مدار كل سعادة وطباء أهوى رئيس شبه بائلة ثم الصلاة على الرسول المصطفى والآل مع صحب وطباء ملا الحمد لله الموفق للأولى حمد يوافي بره المتكاملا ആശയം പറയും അതിൻ്റെ പെയ്ത്ത് പാടണം. അങ്ങനെ ഹക്കീക്കത്തിൻ്റെ നിർവചനം, ഹക്കീക്കത്ത് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അര മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഓരോ മഹാന്മാർക്കും ഓരോ വഴികളാണ്, അതവർ തിരഞ്ഞെടുത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഓരോ വഴികളാണ്, അതവർ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് എത്തുന്നു. من رام أن يسلك طريق الأولياء فليحفظ هذا الوصايا عاملا ولكل واحدهم طريق من طرق يختاره فيكون من ذا واصلا ദുനിയാവിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ എവിടെയാണ് രക്ഷ, എവിടെയാണ് വഴി എന്ന് മസ്താൻമാരെ പോലെ ചോദിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള വഴി ആരംഭപ്പുവായ റസൂലുള്ളാഹിനെ പൂർണ്ണമായി പിൻപറ്റലല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയുമില്ല. ഇതേ ലഫ്ദർത്ത് വരുന്ന ബൈത്ത് പാടാം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിലേക്ക് പൂർണ്ണമായി പിൻപറ്റലല്ലാതെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്ന ഒരു വഴിയുടെ മേലുള്ള ഒരു തെളിവുമില്ല.
എന്റെ അടിമ അള്ളാഹുലേക്ക് എന്റെ അടിമ എന്നിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും, സുന്നത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈയും കാലും കണ്ണുമൊക്കെ ഞാനായിത്തീരും. അള്ളാഹുലേക്ക് പാപം പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കലാണ് എല്ലാ നന്മയുടെയും താക്കോല്, എല്ലാ നന്മയുടെയും അടിത്തറയും അത് തന്നെയാണ്. متوكلا متجددا في رزقي كاسكا بوعد ربي اكرم مفضلا. പാപമോചനമാണ് എല്ലാ നന്മയുടെയും താക്കോൽ, എല്ലാ നന്മയുടെയും അടിത്തറയും അത് തന്നെയാണ്. فالتوب مفتاح لكل طاعة وأساس كل خير أجمع شملا. سين تر بين تر جان سوي ആരാധനയെ ശരിയാക്കുന്ന, വിശ്വാസത്തെ നന്നാക്കുന്ന, ഹൃദയ സംസ്കരിക്കുന്ന അറിവ് നീ പഠിച്ചോ മോനെ. تعلم العلم يصحح طاعته وعقيدته ومزكي القلب سكلا. ജനങ്ങളുടെ അടുക്കൽ നീ സ്ഥാനം തേടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നീ സ്ഥാനം ആഗ്രഹിക്കേണ്ടതില്ല. لا تطلب عند المهيمن منزلا ان كنت تطلب عند الناس منزلا. നിശ്ചയമായിട്ടും അല്ലാഹു നിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കും നിന്റെ ഹൃദയ സാന്നിധ്യത്തിലേക്കുമാണ് നോക്കുന്നത്, അത് നീ മറക്കണ്ട. لا تنسى ان الله ناظر قلبك وحضوره وشهوده لك فوجلا. അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ആക്ഷേപകന്റെ ആക്ഷേപത്തെയും പേടിക്കേണ്ടതില്ല. ഫയകൂനു മദുഹു വദുമുഹും സവാ ലം യഖ്ശലൗ മതലായിമിം ഫീ ദിൽ ഉലാ. ബീഗഞ്ഞ ആര് പാടി ഒരു അല്ല ഹൃദയ ശുദ്ധിക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മരുന്നാണ് മാന ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആൻ പാരായണം. ഒരു പദം പറയും ആ ബൈത്ത് പാടണം, അതിന്റെ മലയാളം ഏതെങ്കിലും ഒരു വരയുടെ മലയാളം പറയും. കപ്പൽ فشريعة كسفينة وطريقة كالبحر ثم حقيقة در غلا. അഹങ്കാരം اطلب مطابا بالندامة مقلعا وبعزم ترك الذنب في مستقبلا. ഒരു ഒരു കിതാബിലെ അഹങ്കാരം മറ്റൊരു കിതാബിലെ പലിശ, ഏത് ബൈത്ത് പാടിയാലും ശരി.
ബീന്റെ രണ്ട് ചാൻസ് പോയി, എന്റെ ഒരു ചാൻസ് പോയി. فليحذر ان عجب الرياء ام الحسد والاحتقار لغيره بالاعتلاء മതത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ മടി കാണിക്കൽ. ബി ഗ്രൂപ്പിന്റെ മൂന്ന് ചാൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. കസേര സമ്മാനവുമായി വേദിയിൽ നിന്ന് രണ്ടാം സ്ഥാനവുമായി ഇറങ്ങേണ്ടതാണ്. എ ഗ്രൂപ്പ് ഫസ്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ അടുത്ത ബൈത്ത് പാടണം. അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടെയുള്ള സമയം. ഒന്നാം സ്ഥാനത്തോടെ വിജയിച്ചിരിക്കുക. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ മത്സരം